الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم جميعا ونعطي الكلمة الآن لمعالي رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصحاب المعالي، السادة الوزراء محافظو ونواب محافظي الدول العربية لدى الهيئات المالية العربية، السادة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات المالية العربية وقياداتها التنفيذية، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني الترحيب بالوفود العربية ورؤساء وممثلي المؤسسات المالية في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024 التي تنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وهو ما يؤكد دعم سيادته لجهود التنمية في وطننا العربي ومساندته الدائمة للقضايا العربية، وبتشريف رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي الذي أنتهز هذه المناسبة لتقديم عظيم الشكر لسيادته على دعمه المباشر لعمل مصر في مؤسسات التمويل العربية، وتوجيه سيادته بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للنسخة الحالية من الاجتماعات. السيدات والسادة، لقد باتت مؤسسات وهيئات التمويل العربية تتسم بهوية متميزة وطبيعة تنموية منفردة وتكامل لدعم جهود التنمية في وطننا العربي، ومما يؤكد على ذلك التنوع الكبير في مجالات العمل، فمنها من يقوم بمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاديات العربية وتوفير الدعم للاقتصاد الكلي، ومنها من يتيح التمويلات الميسرة للمشروعات التنموية، كما تتخصص مؤسسات بعينها في توفير ضمانات الاستثمار وائتمان الصادرات فضلا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتبادل التجاري، وهو ما يعزز من توجهها الشامل نحو دعم التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولنا العربية. ولا شك أن هذه النسخة من الاجتماعات ستراعي المتغيرات الجديدة التي فرضتها الظروف الراهنة على كافة المستويات، وسنتشارك معا الأفكار من أجل تعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية ودعم أهداف التنمية المستدامة مع الحفاظ على البعد البيئي، خصوصا بعدما تصدر العمل المناخي أجندة مؤسسات التمويل الدولية على مدار السنوات الماضية. الحضور الكريم، لقد قامت الهيئات والمؤسسات المالية العربية بتوفير الدعم الفني والتمويل للعديد من المشروعات الفعالة، وأنتجت على مدار عقود نماذج تنموية بتعاون عربي. وفي هذا السياق فإن مصر قدمت نموذجاً للتعاون مع المؤسسات والهيئات المالية العربية التي كانت داعماً لتوجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية في مختلف المجالات وزيادة الانفتاح على إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية. أنوه في هذا الشأن إلى التعاون الكبير مع مؤسسات والصناديق العربية في تمويل البرنامج الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر، حيث نفذت مصر برنامجاً طموحاً بدعم مباشر من القيادة السياسية وتمويل المؤسسات العربية، ساهم في تنفيذ مشروعات بناءة، منها على سبيل المثال للحصر مشروع التجمعات التنموية، منظومة معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي ببحر البقر الأكبر من نوعها في العالم، التي توفر مياه صالحة لري 400,000 فدان، ومحطة معالجة مياه المحسمة. ومن أبرز المشروعات الممولة من المؤسسات العربية مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء، الذي فاز بأول نسخة من جائزة الشيخ عبد اللطيف الحمد التنموية المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتمنح لأفضل مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي في الوطن العربي. وتقدر الإشارة أيضاً أن مساهمة المؤسسات العربية رئيسية وفاعلة في تحقيق التكامل العربي، وهنا ننوه إلى المشروع المصري السعودي للربط الكهربائي الذي يربط أكبر منظومتين في الوطن العربي، مما يعزز مصادر الطاقة ويؤسس للربط العربي الشامل. السيدات والسادة، اطلعنا جميعاً على أحدث تقرير للأمم المتحدة حول مشهد تمويل التنمية المستدامة الذي كشف عن تحديات هائلة تعوق جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن، نتيجة تضاعف فجوة التمويل التنمية من 2.5 تريليون دولار قبل جائحة كورونا إلى أكثر من 4 تريليون دولار حالياً، نتيجة التطورات الجيوسياسية والكوارث المناخية والتحديات الأخرى، وهو ما يؤكد أنه لا سبيل لتحقيق أجندة التنمية 2030 إلا بإصلاح النظام المالي الدولي، تزامناً معه زيادة هائلة في حجم التمويل للمناخ المتاح.
وبينما أصبح التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف مطلباً دولياً لا يمكن الاستغناء عنه ومحوراً رئيسياً من محاور إصلاح الهيكل المالي العالمي، فإن الهيئات المالية العربية تشكل بلا شك أهمية كبرى في المنظومة الدولية، نظراً لتطور إمكاناتها المالية والفنية بشكل كبير على مدار الفترات الماضية، وهو ما يجعلها داعم قوي لدعوات إصلاح النظام المالي العالمي من أجل سد الفجوة التمويلية وإتاحة المزيد من الأدوات المبتكرة. وفي هذا الصدد، فإن الدعم المالي المباشر من حكومات الدول العربية الأعضاء والجهود التي بذلتها مجالس إدارات هذه الهيئات لتعزيز قاعدتها المالية ودعم أنشطتها المتنوعة سيمكنها من تحقيق رسالتها على المستويين العربي والدولي. ولقد أصبحت الهيئات المالية العربية كتلة فاعلة في التمويل الإنمائي الدولي وعنصراً مؤثراً في خريطة المبادرات العالمية التي تستهدف معالجة الاختلالات الرئيسية من خلال المبادرات الفاعلة، على غرار مبادرة مجموعة التنسيق العربية التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 وتعهدت بتقديم تمويل مشترك بقيمة 24 مليار دولار للدول الأعضاء حتى عام 2030 للتصدي للأزمة المناخية العالمية، وهو ما يبرز دور المؤسسات المالية العربية كفاعل رئيسي في مواجهة التغيرات المناخية في ظل زيادة الفجوات التمويلية وتوالي الصدمات والأزمات بالإضافة إلى ضيق الحيز المالي. السيدات والسادة، إن التحديات الجسيمة التي يواجهها وطننا العربي في وقتنا الحالي تتطلب الاستمرار في تطوير العمل وتوفير كافة سبل الدعم لتعزيز رسالة مؤسساتنا العربية في تمكين القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية وتعزيز استدامة مسيرتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى استراتيجياتنا الوطنية. وفي الختام، نحن على ثقة في أن هذه الاجتماعات ستسهم في وضع الأطر العامة وإقرار الخطط والسياسات للهيئات المالية العربية بما يمكنها من دعم جهود التنمية في دولنا العربية وتعزيز قدرتها على المرونة والتصدي للأزمات المتتالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً معالي رانيا المشاط على الكلمة، والآن كلمة رئيس الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي الوزراء والمحافظين، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الهيئات المالية العربية المشتركة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أتقدم باسمكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله، وإلى حكومة جمهورية مصر العربية وشعبها الكريم للاستضافة والرعاية الكريمة للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لهذا العام. كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومعالي الدكتور محمد معيط وزير المالية على كرم الضيافة وحسن التنظيم والاستقبال والجهود المبذولة لنجاح هذه الاجتماعات. كما يشرفني أن أتقدم لكم جميعاً بالشكر على مشاركتكم في هذه الاجتماعات، لما ذلك من أهمية في تعزيز دور الهيئات والمؤسسات المالية العربية في دعم الاقتصادات العربية في وقت تتعاظم فيه التحديات بما يمكنها من تحقيق النمو الشامل والمستدام. أصحاب المعالي والسعادة، الأخوات والإخوة، تلعب المؤسسات المالية العربية المشتركة دوراً كبيراً على صعيد تمكين الاقتصادات العربية من مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الصدمات المتعددة التي تعرض لها النظام الاقتصادي والمالي العالمي والمنطقة العربية، التي يأتي في مقدمتها الحرب على غزة في ضوء الحجم الكبير للشهداء والجرحى والدمار الهائل للقطاع، إضافة للأثار السلبية الكبيرة على دول المنطقة. جاءت هذه الأحداث لتضيف للتداعيات السلبية الكبيرة التي عانت المنطقة منها في السنوات القليلة الماضية، بدءاً بجائحة كورونا التي تطلبت حزم دعم استثنائية تلاها الأحداث في القارة الأوروبية، حيث انعكست هذه التطورات على أسعار السلع الأساسية وكلف المستوردات وحجم الصادرات، وساهمت في اضطراب سلاسل الإمداد، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات التضخم وما تطلبه ذلك من تشديد للسياسة النقدية من قبل المصارف المركزية.
وفي هذا الإطار ساهمت أنشطة المؤسسات والهيئات المالية العربية في دعم جهود الحكومات العربية وقدرتها على تبني العديد من السياسات والبرامج التي تستهدف التخفيف من أثار هذه التداعيات على الاقتصاد العربي، كما حرصت على تكثيف جهودها وسرعة تجاوبها مع التحديات التي فرضتها الصدمات الاقتصادية من خلال توفير التمويل اللازم وتقديم المعونة الفنية وبناء القدرات لمساندة الحكومات العربية في دعم وتيرة التعافي الاقتصادي وتمويل المشاريع الحيوية ومعالجة الاختلالات الاقتصادية. أصحاب المعالي والسعادة، الأخوات والإخوة، على الرغم من تباين أوضاع الدول العربية وأولويات الإصلاح والتحديات، إلا أن هناك حاجة مشتركة لتبني دول المنطقة للعديد من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تقوية وتنويع الهياكل الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية ودعم رأس المال البشري وتسريع جهود التحول الرقمي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية. ولعلني هنا أشيد بالجهود التي قامت بها بعض الدول العربية على صعيد تنويع هياكلها الاقتصادية وزيادة مستويات مرونة وتنافسية اقتصادياتها من خلال تبني رؤى واستراتيجيات مدروسة ساعدتها على تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات. وفي سياق متصل، أود أن أثمن الدور الهام الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في دعم القضايا العربية والإنجازات التي حققتها على كافة المستويات، وفي مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة والنهوض بالبنية التحتية على الرغم من التحديات التي واجهتها نتيجة التطورات الدولية والإقليمية الراهنة. أصحاب المعالي والسعادة، الأخوات والإخوة الكرام، على الرغم من تحقيق إنجازات من قبل المؤسسات والهيئات المالية العربية، إلا أنه من الأهمية بمكان أن نرتقي بجهود هذه المؤسسات والهيئات لتعزز قدرة الحكومات العربية على مواجهة التطورات والتحديات العالمية والإقليمية في ظل بيئة تتواتر فيها الصدمات مما يتطلب دعمنا الكامل لها وتعزيز إمكاناتها لتحقيق الأهداف المنوطة بها. ولعلني أشير إلى أن هذه المرحلة تؤكد بلا شك ضرورة تكاتف جهود المؤسسات والهيئات المالية العربية لتطوير آليات عملها في المرحلة المقبلة وتعزيز التعاون فيما بينها لمواصلة شراكاتها الناجحة مع الحكومات العربية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وتمكين الدول العربية من مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق المزيد من الاندماج الفاعل في الاقتصاد العالمي. أصحاب المعالي والسعادة، الإخوات والإخوة الكرام، في هذا الصدد أود أن أرحب باسمكم جميعاً بسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق النقد العربي، الذي يشارك معنا لأول مرة في هذه الاجتماعات، وأشير إلى التوجهات الاستراتيجية للصندوق التي من شأنها أن تعزز من مكانة المؤسسات المالية العربية، كما أرجو أن تحقق اجتماعاتنا الأهداف المرجوة منها في دعم الاقتصادات العربية ومساندة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. وفي الختام، اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر مرة أخرى لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً على توفير كافة التسهيلات لنجاح اجتماعاتنا لهذا العام، كما أود أن أعرب عن شكري وتقديري للأخوة الرؤساء والمدراء العامين في المؤسسات والهيئات المالية العربية على جهودهم في تعزيز التعاون العربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعطي الكلمة الآن لدولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السادة الوزراء المشاركين، معالي السادة رؤساء الهيئات المالية العربية، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر لحضور الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، وأنتهز هذه الفرصة لكي أنقل لكم تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي شرفني بإلقاء كلمة نيابة عن سيادته في هذا المحفل الكريم. السيدات والسادة،
يعد تشرف مصر باستضافة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024 أبلغ دليل على حرصها الدائم على دعم جهود التكامل بين الدول العربية الشقيقة، ذلك الهدف الذي طالما سعينا لتحقيقه جيلا بعد جيل ولم نتخلى عنه بالرغم مما شهدته منطقتنا العربية من أحداث جسام على مدى عقود. ومما لا شك فيه أن انعقاد الاجتماعات السنوية هذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على كافة الدول ومن بينها الدول العربية. وفي هذا الإطار تبرز أهمية دور الهيئات المالية العربية في دعم الدول العربية على تجاوز التحديات الراهنة والعمل على استئناف خططها التنموية بما يرقى لتطلعات شعوبها. ومن هنا فإنني أشيد بدعم الهيئات المالية العربية لجمهورية مصر العربية على مدى السنوات الماضية، وهو ما ساهم ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية. وبالرغم من كل ما قدمته الهيئات المالية العربية من دعم ومساندة لجهود التنمية في البلدان العربية، فإنها مطالبة بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة التي تتعاظم فيها التحديات الإقليمية والدولية، والتي تحتاج فيها الاقتصاديات العربية إلى مزيد من الدعم المالي والفني لمواجهة التحديات الراهنة، لا سيما عبر دعم قدراتها على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البينية. السيدات والسادة، إن ثقتنا في قدرة الحكومات العربية على تجاوز التحديات الراهنة والتجاوب مع تطلعات شعوبنا لا حدود لها، طالما حرصت دولنا على القيام بالإصلاح الاقتصادي اللازم لمعالجة الاختلالات الراهنة. ومن هذا المنطلق فإن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات إصلاحية هامة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية، لا سيما في إطار رؤية مصر 2030. ويعد من أبرز ملامح تلك السياسة الإصلاحية دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا بخلاف نجاح الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي، كما نمضي قدما للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي. السيدات والسادة، يعد دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية ذو أهمية خاصة لدعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنة، حيث أدعو الدول المتقدمة أن تقدم الدعم المستحق للدول النامية في ظل هذه الظروف الصعبة، كما ينبغي النظر في إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية وفي مقدمتها مؤسسات التمويل الدولية عبر تطوير حلول مالية مبتكرة تناسب المتغيرات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، خاصة على صعيد التغيرات المناخية وآثارها السلبية علينا. كما أدعو مؤسساتنا المالية العربية لكي تكثف الدعم والمساندة للدول العربية على نحو يخفف من وطأة التحديات من على كاهل المواطن العربي، وأن تمنح رأس المال البشري اهتماما خاصا في خططها التمويلية باعتباره المكون الرئيسي والعنصر الأساسي في عملية التنمية المستدامة، فضلا عن دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية التي تعد ركنا أساسيا من أركان عملية التنمية الشاملة. وفي الختام فإنني أؤكد أن مصر عازمة بالتعاون مع الأشقاء العرب على الاستمرار في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك وفي القلب منها الهيئات المالية العربية بما يلبي تطلعات شعوبنا العربية نحو غد أفضل ننعم فيه جميعا بالأمن والسلام والرخاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ش...
شكرا دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جمهورية مصر العربية. وأعتقد فهد الكلمة. نشكركم. تنتهي الجلسة الافتتاحية ونراكم إن شاء الله بعد قليل في جدول الاجتماعات المتبقي إن شاء الله. شكرا جزيلا.